نوعا ما فيها تنافسية قوية جدا. تنطلق المسابقة الآن، سباق خميس المسافة ديال 1850 متر، بداية جيدة بالنسبة لكل المشاركين أظن بالنسبة لهذا الشوط. رقم واحد المسرور في المرتبة الأولى، كذلك رفقة العديد مشاركين آخرين كامتار. رقم 12 ناشطة وجميل حوزية، جميل حوزية رقم 11، ثم كذلك من الجهة الخارجية هودج أظن رقم 6، محاولة كذلك من الجهة الوسطى لرقم 12، ثم كذلك هابي فالي رقم 7 اللي بقى متأخرة في هذا الشوط، محاولة كذلك من جانب رقم 10 فانو. للحد الآن جوج المشاركات ما كانوش إيجابية جدا بالنسبة لهذا المسابقة. تقدم الآن بالنسبة للمسرور رقم واحد، محاولة كذلك من جانب جميل حوزية وهودج رقم ستة اللي مازال في المرتبة الخامسة من هذا المسابقة، محاولة كذلك من جانب فانو رقم 10. لكذلك لحد الآن سباق ممتاز جدا بالنسبة للراكب المادي الميموني، لحد الآن يحتل المرتبة الرابعة من هذا السباق. المسرور في المرتبة الأولى، هناك جميل حوزية كتشكل منافسة قوية جدا، محاولة للصعود من جانب رقم 12، ثم كذلك محاولة لهودج. هنا طامسو رقم 4 اللي كذلك مازال في مرتبة متوسطة متأخر، عبد الرحيم في الدور بالنسبة لهذا السباق. ثم كذلك من الجهة الخارجية التقدم من جانب رقم 17، رقم 17 اللي من الجهة الخارجية أمازون ميوس عبد الله عمر اللي تتضاء على الفرص ديالو باش يحقق مرتبة جيدة، بينما فانو اللي لحد الآن كيقدم سباق ممتاز جدا، ربما غينافس على المراتب الخمسة الأولى. جميلة حوزية رقم 11 في منافسة مع طامسو رقم 4، منافسة كذلك هنا في هذا الأثناء مع رقم 12، كذلك تشكل بعض المتاعب، محاولة كذلك من جهة الحاجز في هذا الأثناء، محاولة كذلك من جانب رقم جوج غربي اللي كذلك ينافس في هذا المسابقه رقم 12 ورقم جوج، ربما غيكون المفاجاه في هذا الشوط. جميله حوزيه الان تتقدم في المرتبه الاولى، طامس رقم 4 لكن تباطؤ بالنسبه لهذا الثنائي، يخلي الفرصه لكل من رقم 12 وكذلك رقم جوج غربي في محاوله للعوده في هذا السباق. رقم جوج غربي في محاوله لقلب الطاوله، انا طامس رقم 4 في محاوله للتشبث، عبد الرحيم في طول كيحاول يزيد من السرعه ديالو، غربي رقم جوج ربما غادي يشكل بعض المتاعب، ربما يقلب الطاوله على المرشحين والمنافسين. رقم جوج غربي ينطلق بقوه، غربي رقم جوج انطلاقه من جانب رقم 20، ولكن رقم 12 غادي يفوز بهذا السباق بكل تأكيد. ناشطة قاسم وسعيد مديحي رفقة ناشطة رقم 12، إذن فوز ديال ناشطة رقم 12.